اليتيم السابع كيجي في واحد المرحله مهمه في بلادنا، وهي الاعداد ديال الشكل الجديد لمدونه الاسره. نحن نطمع من خلال هذا الشكل الجديد لمدونه الاسره ان يكون حيز مهم للطفوله، لننتصر للطفوله من خلال النصوص والقوانين. اليوم ما بقيناش بغينا نسمعوا هذا الطفل شرعي وهذا غير شرعي، من خلال القوانين بغينا يصبحوا جميع الاطفال اطفال شرعيين، يستمدون شرعيتهم من وجودهم ولا دخل لهم في الأسباب التي أدت إلى وجودهم. وعلى الدولة أن تتحمل مسؤوليتها في ضمان هذا الحق، حق الهوية وحق النسب. فإذا مات من نصاب من مسؤوليته فعلى الدولة أن تضمن له ذلك. بماذا؟ على بإجبارية الخبرة الجينية. الخبرة الجينية عليها أن تصبح وسيلة لإثبات النسب وليس للاستئناس فقط. وعلى الأب أن يتحمل مسؤوليته القانونية ومسؤوليته الأخلاقية ومسؤوليته الإنسانية تجاه ذلك الطفل. فالأطفال هم شرعيون، وكفى من هذه النعوت وهذه الممارسات التي تمارس عليهم. اليوم المشاركة في هذا الملتقى السابع ديال اليتيم اللي نظمته الجمعية المغربية لليتيم، المشاركة ديالنا جات في واحد السياق اللي هو خاص، لأنه المغرب اليوم كيستمع لهيئة المجتمع المدني والسياسيين وكذا من أجل تعديل مدونة الأسرة اللي داز عليها دابا 20 سنة. وأنتم تتعرفوا بأن مدونة الأسرة فيها واحد العدد ديال القوانين اللي كتهم المرأة والرجل والأسرة والطفل، ماشي بوحدها اللي كتكلم على الطفل، كاين هناك قوانين اخرى يعني اللي كنلقاو فيها التنصيص على حقوق الطفل. حنا جينا اليوم باش نتكلموا على واحد الفئه ضمن الاطفال ديالنا المغاربه واللي هما اليتامى. هاد اليتامى واللي مع كل اسف كنلقاو بان القانون الاسره اللي هو كيعتمد بالخصوص على الفقه الاسلامي يعني مازال كيستعمل واحد العبارات اللي هي قدحيه، كاين اللي كيقول لها هادشي راه من الفقه وكذا، ولكن لا، حنا اليوم مع يعني وقعنا على واحد العدد ديال اتفاقيات دوليه، خصنا حتى اللغه اللي كنتكلموا بها خصها تقدم. ثم انه ما يمكنش في المغرب اللي فيه 40 مليون نسمه ما يمكنش نبقاو جالسين ما لقيناش الحلول للنهوض بالطفوله ديالنا، لانه كاين هاد اليتامى اللي هما كيعانيو معاناه اللي هي صعيبه بزاف واللي المفروض ان الدوله تعطيهم عنايه خاصه واستثنائيه باش يكون الرعايه ديالهم من الاول، يعني لان هذه ظاهره موجوده وغادي تبقى، ولكن احنا بغيناها نقص حتى تختفي. علاش؟ باش يمكن لنا هذوك الاطفال حتى هما غدا يكونوا قراو ويكونوا تكونوا ويكونوا حتى هما كيساهموا في التقدم ديال البلاد ديالهم. ولهذا
خصنا نحلوا مشاكل قبليه، ماشي حتى يجيو ليا تما واش غادي نديروا قبل. خاص التحسيس، خاص الوقايه، خاص التعبئه، خاص كذلك الاجتهاد في القوانين. ما يمكنش ثم هادشي ديال الاعتراف بالبنوه ملي كنديروا الحمد النووي كنجيبوا الاب وكذا، ولكن خاص الاعتراف بالنسب، لان النسب هو اللي غادي يعطيه الهويه ديالو كذا. واذا كان الاب فقير ما يمكنلوش يخلص النفقه نشوفوا شي صندوق، والناس خايفه غير من الورث ما بقى ما يتورد. دابا راه كلشي ولا فقير، ما كاين حتى مشكل. حنا خاصنا دابا يكون فينا الانسانيه ويكون فينا الحس المواطناتي، واننا نطوروا كشعب، نخرجوا من التخلف الفكري والموروث الثقافي البائد، نتخلصوا منه باش يمكن لينا نبداو نهضروا مع الناس وحنا كنعرفوهم بانهم متساويين معنا. ما كاينش انسان بلس انسان موا، لا، كلنا واحد الناس اللي كيستحقوا الكرامه ويستحقوا الاحترام. وهنايا تكلمنا على بعض المداخل يمكننا تصحح، وبعض المقترحات اللي تدارت حتى في القانون الجنائي ولا المسطره الجنائيه، كاين بعض القوانين خصها تحذف، كاين اخرى خصها تعدل. اما القانون ديال الاسره خصو مراجعه جذريه باش نوصلوا لقانون الاسره ديمقراطي، لانه هو اللي غادي ياثر لنا هذا الشيء كامل، باش غدا ما نبقوش نحشموا. اذا كانوا يعني نساء العازبات راه خصنا ناخذوا بيديهم، وخصنا غدا تكون توعيه شامله وعامه في الصفوف ديال كل الفتيات باش نعرفوهم شنو كاين، لانه القوانين كتجعل الرجل كيهرب من المسؤوليه، والمرأة هي اللي كتحمل المسؤولية، وهذا الشيء ماشي معقول. يعني لا يترتب عنه أي شيء بالنسبة للرجل، واش هذا الحماق هذا؟ راه كل شيء اللي دار شي فعل خصو يتحمل مسؤوليته فيه. ولهذا بغينا قوانين أخرى تجي، بغينا أننا نشجعوا التمدرس ما يبقاش الهضر المدرسي، بغينا أنه هاد المؤسسات ديال الرعاية الاجتماعية تدار على حقها وطريقة، بالاسيستونس بسيكولوجيك، بالامكانيه ديال القرايه وديال التفتح وديال المسرح وديال بزاف ديال الحويجات. وبغينا انه هاد الوليدات اللي هما مازال متازمين لانه المجتمع كله كينعت فيهم ومنين جيتو وكذا من هنايا، بغينا الجبر الضرر ديالهم، جبر الضرر ديالهم ما يمكن يكون الا بسيكولوجيك، الا حتى حنا خص طلع الفكر ديالنا والعقل ديالنا ينضج باش يمكن لينا نعتبرهم بانهم كلهم وليداتنا، وما نسمحوش بانه اليوم تقريبا 1,400,000 ديال الدراري ما قارين ما مخدامين ما والو، بين 15 و 18 عام الدراري كيوصلوا الجامعه قلال، الناس اللي كتنجح قليله. راه حسنا ثوره قداشنا هي باش نقدوا وليداتنا ونشجعوا هذيك الاسر البديله او الكفيله، ولكن نعرفوا فين كنحطوا هذه الوليدات حتى نشوفوا نديروا تقييم بسيكولوجي ومجتمعي. هذه كلها من الامور اللي حنا تكلمنا عليها، وقلنا خصنا نصحوا حتى المصطلحات، خصنا نشوفوا حتى المرجعيات. حنا دابا ملي كنبغيو نديروا قانون عندنا على الاقل خمسه المرجعيات: المرجع الفقه الاسلامي، المرجع التشريعي، المرجع ديال العرف، المرجع ديال القانون الدولي، المرجع شحال. حنا واش غادي نقبطوا شي طريق ولا ما غاديش نقبطوها؟ لانه يجب ان نتجه باتجاه العدل والانصاف واحقاق الحقوق الكامله بالنسبه لكل مواطنات ومواطنين، الا بغينا نبنيو واحد المجتمع اللي هو متماسك، وغدا نبنيو مجتمع العلم والمعرفه اللي هو اللي غادي يعتقنا باش نحصنوا سياده البلاد ديالنا، الوحده الترابيه ديالنا، ان نستافدوا حنا من الخيرات ديال بلادنا، ونكونوا دوله اللي عندها قيمه في هذا المجتمع، هذا المجتمع العالمي اللي هو في طور التشكل وفي طور التحرر. باش حنا نتحروا من المكبلات ونديروا دوله ديال الحق والقانون ودوله ديال المواطنه الكامله. اذا عجبكم الفيديو لا تنسوا الاشتراك في قناتنا ماسينك تي في وتفعيل الجرس ليصلكم الجديد، وزياره موقعنا www.masinktv.ma.